وذات مرة التف حوله كل جبات الضرائب وغير المتدينين لكي يسمعوه، فتذمر الفريسيون والفقهاء وقالوا: هذا الرجل يرحب بغير المتدينين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل: لنفرض أن واحدا منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب ويبحث عن الضال حتى يجده؟ ومتى وجده يحمله على كتفيه بفرح ويرجع إلى داره ويدعو الأصدقاء والجيران ويقول لهم: افرحوا معي، وجدت خروفي الضال. أؤكد لكم أنه بنفس الطريقة يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر مما يكون 99 صالحا لا يحتاجون إلى التوبة. أو لنفرض أن امرأة عندها 10 دراهم فأضاعت منها 1 درهما، ألا تشعل مصباحا وتكنس الدار وتبحث باجتهاد حتى تجده؟ ومتى وجدت تدعو الأصدقاء والجيران وتقول: افرحوا معي، وجدت 1 درهم الذي ضاع مني. أؤكد لكم أنه بنفس الطريقة يكون فرح بين ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال عيسى: كان رجل له ابنان، فقال الأصغر لأبيه: يا أبي، أعطني نصيبي من الأملاك. فقسم ما يملكه بينهما، وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل شيء له وسافر إلى الخارج إلى بلدة بعيدة، وهناك بذر ثروته في عيشة الإسراف. وبعدما أنفق كل شيء حدثت مجاعة شديدة في جميع أنحاء تلك البلاد، وأصبح محتاجا. فذهب والتحق بخدمة مواطن من أهل تلك البلاد فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يتمنى أن يملأ بطنه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كل الخدم الذين عند أبي يفضل عنهم الطعام، وأنا هنا أموت من الجوع. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت في حق الله وفي حقك، أنا لا أستحق أن أدعى ابنك، اجعلني كواحد من خدمك. فقام وذهب إلى أبيه. وبينما هو ما زال بعيدا رآه أبوه فأشفق عليه وجرى ورمى نفسه على عنقه وقبله بحرارة. فقال الابن لأبيه: يا أبي، أخطأت في حق الله وفي حقك، ولا أستحق أن أدعى ابنك. فقال الأب لعبيده: أسرعوا وهاتوا أفخر ثوب وألبسوه، وضعوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وهاتوا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فرجع إلى الحياة. وكان ضالا فوجد، فأخذوا يفرحون. لكن ابنه الأكبر كان في الحقل، ولما رجع واقترب من الدار سمع الموسيقى والرقص، فنادى واحدا من الخدم وسأله عن الموضوع. فقال له: أخوك جاء وأبوك ذبح العجل المسمن لأنه رجع إليه بالصحة والسلامة. فغضب ورفض أن يدخل. فخرج إليه أبوه وأخذ يترجاه، لكنه أجاب أباه وقال له: كل هذه السنين وأنا أخدمك ولم أخالف لك أمرا أبدا، ولم تعطني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصحابي، لكن لما رجع ابنك هذا الذي بذر مالك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له أبوه: يا ابني، أنت معي دائما وكل ما عندي هو لك،
لكن كان يجب أن نفرح ونبتهج لأن أخاك هذا كان ميتا فرجع إلى الحياة، وكان ضالا فوجد. وقال عيسى لتلاميذه: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء، فإن أهل هذه الدنيا في معاملتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصاً للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معاً. وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال، فقال لهم: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت القروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا،
أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة، لكي يحذرهم فلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.